لما بنتكلم عن موانع طبيعية للحمل لازم نكون عارفين إن الحيوان المنوي بيعيش من 24 ساعة ل 72 ساعة، والبويضة بتعيش من 12 إلى 24 ساعة. علشان المعلومة دي هتبقى مهمة في تحديد وقت التبويض. اليومين دول زي ما احنا عارفين الهواتف الذكية عليها كمان تطبيقات تقدر تعرفك وقت التبويض في حالة إن تكون الدورة بتاعتنا منتظمة، بتيجي كل شهر في أوقات تكاد تكون متشابهة، أقل قبلها بثلاث أربع أيام بعدها بثلاث أربع أيام، فبيحددوا وقت التبويض يا إما علشان يحصل فيه الجماع لو عايزين نحمل، أو نتجنب فيه الجماع لو إحنا عايزين نمنع الحمل. الموانع الحمل بتكون قرار بياخده الزوج والزوجة مع بعض بمساعدة الطبيب، ولازم نضع في اعتبارنا عمر المرأة كويس، عدد الأولاد اللي هم عايزين يجيبوهم، يعني الخطة المستقبلية للحمل والولادة قبل ما ناخد قرارات لمنع الحمل، واحنا نكون مثلا عندنا 35 سنة وجايبين طفلين بس وعايزين احنا خمسة. فيبقى هنا في الموانع بتاعت الحمل المفروض انها تكون منظمة بالشكل اللي يخليني اجيب عدد الأولاد اللي انا عايزاهم في الفترة الآمنة من عمري أنا. اللي يفضل إن إحنا نحاول نكمل عدد الأولاد اللي إحنا عايزينهم قبل سن 38 سنة. بالتعاون مع الطبيب نقدر نوصل لوسيلة منع الحمل اللي ممكن نستخدمها في الفترات المختلفة. العزل كوسيلة من وسائل منع الحمل، ودي فيها بنمنع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة. من أكتر الحاجات المنتشرة هو الواقي الذكري، في طبعا الواقي الأنثوي، وفي غطاء عنق الرحم. في الواقي الذكري نسبة النجاح بتصل إلى 98% لو استخدم بشكل صحيح. أول حاجة الحفظ بتاعه بيكون في مكان جاف وبارد. الحاجة التانية بيكون معمول من اللاتكس غالبا، فنطمن إن إحنا ما عندناش حساسية من اللاتكس لكل من الزوج والزوجة. بعد الاستخدام يتم التأكد ان مفهوش اي خدوش حصلت او تمزقات اثناء العلاقة، ويمكن استخدامه قبل العلاقة بوقت يصل الى 8 ساعات. والحلو والمفيد فيه كمان ان هو بيمنع انتقال الامراض الجنسية بين الزوج والزوجة. هنتكلم عن الواقي الانثوي اللي مفيش وعي كبير بيه. الواقي الأنثوي عبارة عن كيس بيتحط جوه المهبل، بحيث ان الجانب المغلق بيكون ناحية عنق الرحم والجانب المفتوح بيكون لتحت، وده بيتعمل من مادة اسمها البوليوريثين، ودي مادة غير منطقية مش زي الواقي الذكري. نسبة نجاحه 95% لو استخدم بالشكل الصحيح. افضل وضعية ان احنا نحطه انما بيكون في رجل على الكرسي ورجل على الارض عشان نحط السي شيب او الجزء المغلق على عنق الرحم والجزء المفتوح لتحت. وبنستخدم جل قبل ما نعمله ابليكيشن قبل ما نحطه، وممكن نستخدمه 8 ساعات قبل العلاقة الجنسية. آمن طبعا ما فيهوش اي مواد هرمونية وبيمنع انتقال الامراض الجنسية. ما بيستخدمش لو في التهابات او في حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل 3 انواع. النوع الأول هو الحبوب المركبة اللي فيها الاستروجين والبروجسترون، ودي هي الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، وده المشهورة بأسامي مختلفة اللي معظم الناس عارفاها، الياسمين والجينيرا والمارفيلون and so on. النوع الثاني هو البروجسترون اونلي، والبروجسترون اونلي ده اللي فيه مادة البروجسترون فقط، ودي اللي مشهورة باسم السيرازات والسلندا. هما دول النوعين اللي موجودين للحبوب البوب. والتالت النوع التالت هو الامرجنسي كونتراسبشن، اللي هو الحبوب اللي بتستخدم في حالات لما يحصل جماع غير مغطى بموانع للحمل. حبوب منع الحمل كلها بالتلات انواع اللي انا قلتهم بيتاخدوا عن طريق الفم، وبالتالي لو في اي مشكلة في الجهاز الهضمي ممكن يحصل
عدم امتصاص، يعني ترجيع او اسهال. فلو خدت حبوب منع الحمل وحصل ترجيع او اسهال، بعتبر كده ان انا اخد حبوب منع حمل غير امنه، وبعد كده بيتم تكسيرها في الكبد. فناخد بالنا من امراض الكبد، او اذا كان الكبد ما بيقدرش يكسر الحبوب دي بشكل كويس، فممكن الكبد نفسه يتاثر او امتصاص الحبوب ووصولها لنا يتاثر. الحاجه الثالثه ان بعض الادويه بتاثر على الحبوب وامتصاصها وتكسيرها في الكبد، زي مضادات الحيويه الاموكساسيلين، المضادات الفيروسات، علاج الصرع، ومضادات الاكتئاب. حبوب منع الحمل الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بيل اللي فيها الاستروجين والبروجسترون اللي هي بتمنع التبويض، احنا بناخدها 21 يوم ونوقف 7 ايام، 21 يوم و7 ايام، وبنبتدي اول حبايه من اول يوم في الدوره في الوقت اللي احنا هناخد فيه الحبوب علشان نحاول نمنع التبويض في اول شهر على طول. الحبوب دي ما بتستخدمش مع المدخنين ولا مع الرضاعه ولا اللي عندهم مشكله في تجلطات الدم، لانها ممكن تعمل جلطات في الناس اللي عندها استعداد لكده، المضاعفات بتاعت السكر والكبد، سرطان الثدي، الناس اللي عندها صداع نصفي، السمنة عليها برضو علامة استفهام، الناس اللي بتاخد مضادات الاكتئاب والصرع لأنها بتأثر على حبوب منع الحمل اللي فيها بروجسترون بس، اللي بعض الناس بيطلقوا عليها حبوب الرضاعة، بس هي مش حبوب رضاعة بس، ولكنها آمنة في الرضاعة، ده اختلاف. هي برضو بتمنع الحمل حتى لو ما كنتيش مرضعة. تتاخد واحدة في اليوم في ميعاد ثابت. احسن وقت لقيت الناس بتاخد فيه الحبوب منع الحمل بعد التجارب مع العيانين بتوعي هو الساعة 7 بالليل، غالبا معظمهم ما بينسوش الحباية. فاحنا بنستخدمها مع المرضع لو مدخنة، لو السن بتاعها اكتر من 35 سنة كويس، ما بتستخدمش مع الناس اللي بينسوا كتير فما ينفعش، او اللي عندهم سرطان الثدي برضو، او امراض الكبد، او عندهم نزيف مهبلي لاي سبب من الاسباب بيجي ما بين الدورتين او بعد الجماع. نسبة النجاح بتاعت حبوب منع الحمل دي هتوصل الى 99% لو اتاخد في الميعاد الثابت. احنا اتكلمنا على الحبوب منع الحمل اللي هي فيها بروجسترون بس، وما ننساش ان احنا بناخدها كل يوم في ميعاد ثابت وباستمرار وبدون توقف. دلوقتي هنتكلم على الامرجنسي كونتراسبشن اللي هي في حالات الطوارئ، لو حصل جماع وانا مش عامله البروتكشن لمنع الحمل، ما باخدش اي حاجه لمنع الحمل. في حاجه اسمها مورنينج افتر بيل او بلان بي. الحبوب دي بتستخدم في اول 72 ساعه بعد ما يحصل الجماع اللي هو unplanned اللي انت مش مخططة ليه. اكتر حاجة منتشرة عندنا هي حاجة اسمها البوستينور 2، ده بناخد قرص وبعد 12 ساعة بناخد القرص التاني بحيث ان احنا نكون خلصنا القرصين في 72 ساعة. لكن في بعض الحبوب التانية بتستخدم قرص واحد بس لما بيحصل الجماع الغير. في حاجتين ما بيتاخدوش بالفم وهم برضو فيهم نفس الاستروجين والبروجسترون بتاع موانع الحمل، يعني ممكن اتفادى ان انا اشرب مانع الحمل بالفم واحطه موضعي، يا اما في المهبل ودي اللي احنا بنسميها النوفارين اللي هي دي، او ان انا بستخدم الإفرة اللي هي اللزقات، ودول يطبق عليهم نفس الشروط بتاعت موانع الحمل اللي بالفم، يعني بيتاخدوا من اول يوم في الدورة ولمدة 21 يوم وبعد كده بنرجع نوقفهم اذا ان احنا بنشيل الحلقة، او بتبقى اللزقات اول اسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع، والاسبوع الرابع ما فيش لزقة. بيطبق عليهم نفس النظام بتاع اقراص منع الحمل اللي بالفم زي ما احنا حكينا عن يوم قبل كده.